مش هيك واقفين بمحلنا وما عم نمشي؟ والله صح النوم صح النوم. هيكل السفينة تضرر لما رجعنا عادل للمجرة. تتذكر لما خلصنا حياتنا؟ طيب يعني لازم نظبط الضرر. لا انت اليوم مثل الصقر، ما في شيء بيقطع عليك. وانت مين تعسك على ذنبك؟ كل مخلوق عنده اجرين اجرين. صار السخانة عنده مشاعر هلا. راسك السخانة بس. خلاص اسكتوا. شو صار فيكم؟ ما كنا عائلة. صحيح بنصرخ على بعض وبنتضارب، بس برضه نحب بعض زي الاخوة. انا ولا مرة كنت فرد من عائلتكم. انا بكفيني عائلتي المجنونة، ما ناقصني وحدة تانية. لوين؟ راح اصلح برا الهيكل، شكلنا طريقنا للارض. ما بقضي دقيقة واحدة مع اشخاص يكرهوا بعض. شو؟ ما بدك تزيد شي نكتة مثل العادة؟ عجبتك قطتي الجديدة؟ أنا اضطريت أخلص من قطتي. كنا محتاجين أنابيب أكسجين علشان ننقذ السفينة. هو أنت كمان كنت عارفة إن مفيش حاجة اسمها أيد الفلك؟ اتكلمي. والله هرتاح لو اتكلمتي، بس قولي أي حاجة. فواز ما تطلع، أنا بطلع محلك. تركي تركي، كيف بدي اتركه؟ بركي صار له شيء. شو بده يصير له؟ مثل القرد مثل القرد. يا الله. طيب لحظة، روق يا فواز، روق وعلى مالك، انت تقدر. فواز وجع، ليه تصرخي؟ طيب هيك احسن؟ ايوه هيك احسن. خليك طالع على نفس الجهه، بس تلاقي الدولاب نفس الضغط. يا الله كنت طلعت انا محلك. ها لقيتهم. ايه تمام، فرجيني شوي. قرب تحت أكثر. طيب ثقيلة. شو هذا؟ من سواها؟ أوه دخان كثير. معلش معلش استحمل شوي. إيش أسوي يعني؟ رح أقول لك شو تعمل. أول شيء ما كنتش أتصور إنها هيجي اليوم عليا وشريان ما تقدرش تفرح لقلبي. أنت زعلان ليه يا عادل؟ شريان؟ لا دينيلي يا غبي، شريان باللحم والدم. أنا آسف لو رميتك. ما تشيلش هم ما تشيلش هم، انا مش في الصوره وعلى الورق، انا دايما في القلب. فعلا الحاجات اللي حواليك بتتغير دايما، واوقات تفاجئك ومش بالمعنى الحلو. لكن يا عادل شوف اللي في قلبك. في قلبي في وجع وألم. لكن يا جميل انت مش عارف ان ده ما كانش مصيرك من الاول؟ مش قادر تنقذ العالم يبقى مش هتقدر تنقذ اصحابك. انا ماليش اصدقاء. انت عادل، انت كابتن وقدوه، واهم حاجه انك صديق. شوف اللي في قلبك وثق في نفسك. حاضر. مره تانيه اشوفك بترمي صوري هيكون حسابك معايا. انا اسف. نجحت. عظيم. فواز ادخل جوه السفينة حالا. ها
هذا. بقول لك ادخل جوه السفينه. يا عمي روح على وضعك. شوفوني انا مكلكون. فواز وراك. ايش؟ يا الله دول سكان ملاقي تيفور رجعوا ياخدوا حقهم. مفاجأة! لا تبدو متفاجئاً. كنت مستني رجوعك. أنت تكذب، أنت متفاجئ للغاية، ولكنك تتضاعف بأنك لست متفاجئاً. أنا فعلاً مش متفاجئ، ده أنا كنت مستنيك حتى يا راجل. بشر سيئون لا يمكن الوثوق بكم. والله العظيم. حسنا، اذا لم تتفاجئ الان سوف اقتل صديقكم العزيز. فواز تفاجئ. اريدكم ان تدفعوا الان ثمن ما اخذتم من كوكبنا من دون اذن. اكل او البترول. شعبي يريد أخذ الثأر. كاركتا ابدأ البث المباشر. استنى، انت عايز تنتين بس. فوز ملوش أي قيمة هنا، ده مجرد خادم مثل كاركتا. زي كاركتا بالظبط. لو فعلا كنت عايز تاخد بالطار خدنا، أنا الكابتن هنا وأهم واحد فيهم، وسيب فواز في حاله. كلا، قتل الفتاة يكفي. براحتك، اعمل اللي انت عايزه، بس انا متأكد ان شعبك هيقول عليك جبان علشان ما قدرتش تجيب الكابتن ورديت بالفتاة. اعمل اللي انت شايفه صح. حسنا، سوف يتم التبادل. عادل، بس كان بدي اقول لك فواز. فواز قول عني فتاة. أنا فتاة؟ ها؟ أنا فتاة؟ الحمد لله. هل لديك كلمة أخيرة؟ شكراً يا نيلي، أنت ما فيش زيك. ليكن هذا درساً لكل من يخالف القانون أو يحاول العبث مع الكوكب. ميلان 84. الآن أصبحنا متساوين. على جهاز أسلحة. عمل لك جهاز أسلحة. سفينة منا مجهزين بأسلحة. كيف يعني مو مجهزة بالأسلحة؟ هيدي سفينة استكشاف مش سفينة حربية. لديكم أنتم أيضاً 10 ثواني قبل تقتلكم جميعاً. يا ابن الكلب. خطر أسلحة فتاك في المحيط. 10 ديال. 6 ديال. عادل ما كان ترك حدا وراح. بس إنه إذا فشل السفينة بيكون عادل تنحى بنفسه على الفاضي. ثلاثة. 2. كات. ايه صدقوا؟ طبعا صدقوا، لدينا افضل خبير مؤثرات خاصه في العالم. سابوني وروحوا.
شاي؟ هو أنت ليه زورت قتلي؟ أتعلم بأن كل سكان كوكبي كانوا مجتمعين؟ اجتمعوا ليروك تدفع الثمن. أيوة، يعني ليه ما قتلتنيش بجد؟ لا لا، أنا لا أؤمن بالعنف. وشعبك؟ إنهم يؤمنون بالعنف جداً. بس أنت الحاكم بتاعهم، يعني لو فعلاً ما بتأمنش بالعنف ليه ما تغير لهمش طريقة تفكيرهم؟ الكون مليء بالفوضى. إذا أردت أن تكسب ثقة شعبك عليك أن تضعهم على قدم المساواة معك، وسيلحقوا بك إلى آخر الكون دون تردد. وإنت بقى بتعمل ده؟ بتبني ثقة شعبك بيك؟ بس ده مش حقيقي، إنت بتكذب عليهم، ثقتهم بيك مزيفة. مزيفة أجل، أعلم، ولكن لغاية نبيلة. الحقيقة أحياناً تؤذي ولا تفيد، كما فعلت الآن. لو علموا أنك حي لما استطاعوا أن يعودوا إلى موطنهم، أليس هذا ما أردت؟ أن يعودوا إلى وطنهم؟ إنني أتقبل طريقة تفكير شعبي، ولكن في الوقت عينه أؤمن بطرق بديلة. الشاي ده حلو قوي. صب تاني. هنيئا. ربنا يكرمك. إن هذا الكوكب القزم هو أبعد ما يمكن عن كوكبنا. أرجو أن تتفهم أنه لا يمكن لأي أحد أن يعرف أنك حي. أنا متأكد أن ما فيش حد هيعرف أن أنا حي، بس ده ما يمنعش أن دي ما زالت كدبة. صدقني، يوم ما هتبطل تكدب على شعبك هيثق فيك برضو، بس الفرق أن الثقة دي مش هتبقى مزيفة. شعبك ما يستحقش أنك تكدب عليه. القائد الجيد ما بيكدبش. شكرا على الشاي. أشكر كاركتر، إنه مصنوع من بوله الطبيعي. عادل، انت اخر مره خطفت فواز وكنت عايز تموته وعامل لي فيها كده، ورحت لك انا شربتني البيبي بتاع كاركتر، اعمل فيك ايه انا دلوقتي؟ وما حدش يقاطعني وانا بتكلم، وانت تقف هنا وتكلمني وترد عليا، مش انا بتكلم معاك؟ يبقى ما بتردش ليه؟ اجل انت رحت فين؟
رحتوا فين وسبتوني؟ يا كوب انا رحتوا فين؟ بابا بابا انت سبتوني ليه؟ شفتوا ايه اللي حصل لي يعني يرضيكوا بكده؟ طب خدوني معاكم بقى عشان انا خلاص، خدوني معاكم وانقذوني من اللي انا فيه ده، ساعدوني، هاتوا ايديكم ساعدوني عشان وصلنا. ما تصدق طلع عن جد عايش. رصدت حركاته عن طريق جهاز التتبع، احتمال يكون عايش. ان شاء الله يكون بخير. ان شاء الله. في حد هنا؟